السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله اليوم راح يكون عندنا لقاء جميل، لقاء جديد في برنامج ربع ساعة مفيدة. معاكم محمد بن يوسف آل مختوم من قصر مكة رفلز، أحد أشهر وأفخم فنادق مكة المكرمة في أبراج البيت. إن شاء الله لقاء مع الأستاذ مهند فرس، مؤسس شركة نتام للتسويق الإلكتروني المتخصصة في الفندقة والصحة. السلام عليكم أستاذ مهند، كيف حالك وإيش أخبارك؟ إن شاء الله بخير، طمنا عنك. وعليكم السلام محمد، ايه الاخبار؟ كله تمام، والله الحمد لله، أنت كيف حالك؟ طمنا عنك، إن شاء الله كله بخير. تمام، اهو لسه صايمين. الله يكون في عونك، الله يكون في الله عونك. يكون. الساعة كم عندكم في إسبانيا؟ 8 وربع، لسه قدامنا شوية كمان، يعني قدامنا تقريبا ساعة. قدامكم ساعة عشان تفطروا في اسبانيا. الله يقويك ان شاء الله، ان شاء الله 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 يخليك، يسهل يا رب. ربنا طبعا يخليك. اليوم استاذ مهند حلقتنا حتكون عن التكنولوجيا وعالمها في شهر رمضان المبارك. ربنا يسهل وتبقى حلقة مفيدة، والمتابعين لو كمان هم عندهم أسئلة ممكن يسألوها لنا في الوسط. اكيد اكيد، اي احد عنده سؤال، عنده استفسار، نقدر نجاوب عليه، تكتبوا لنا هو في الكومنتات واحنا نقدر نجاوبكم عليه ان شاء الله. أستاذ مهند، كيف بدأت وما هي المنصات الموجودة عندك؟ تمام، احنا ابتدينا من فترة تقريبا، يعني كان ساعتها عايز اقول لك من قبل 2005 تقريبا، أيوة وبس احنا ابتدينا اخر حاجه اللي هو الاستراكشر الكبير بتاعنا اللي هي شركه نتام، وهي مسؤوله عن الفكر اللي هي في مجال الفندقه واستخدام المعلومات او التكنولوجيا في طريقه التعامل على الانترنت. وفي نفس الوقت بنينا اكتر من منصه، منصات مختلفه بتفيد، خلينا نقول ان هي بتبني نوع من انواع العلاقه مع المتابعين في اكتر مجال. فعندنا حاجه مثلا زي تيك بالعربي، ودي بقى لها كتير جدا، دي تقريبا من 2007، ودي باديه يعني اكتر من 13 سنه، بتتكلم على ازاي نحول معلومات عامه عن التكنولوجيا بشكل سهل وبسيط ان الناس تقدر تفهمه. وعندنا منصه زي ايجيبت نورس، وعندنا حاجه اسمها زتونه اللي هي بتساعد الناس ازاي تقدر تستخدم التكنولوجيا او تبقى هي مسؤوله عن نفسها، تعرف تتعلم تعمل مثلا فوتوشوب او اديتنج او تعمل فيديوهات من غير ما تحتاج تدفع فلوس مثلا للديزاينرز. خلينا نقول ففي اكتر من منصه هدفهم باشكال كتيره ان هي تقدر تبني بتوعنا بشكل كبير. فمنهم برضو حاجه من الحاجات المهمه قوي اللي هي راديو نتام، اللي هي فكره ان هي عباره عن محطات راديو على الانترنت او بودكاست، اللي هي برضو بتبني كونفرسيشن مع المتابعين بتوعنا. جميل، يعني دحين في مواقع انت تقدر تقول لي انه ما تحتاج لها ديزاينر، تقدر هي تسوي لك كل شيء وانت قاعد مكانك. خلينا نقول ان هو في نوعين من الديزاينز اللي انت بتحتاجها. في حاجات بتبقى، خلينا نقول لو انت بتبني برنامج لتشغيل فندق فلا، في الحاله دي مش هينفع تجيبها. بس في لو انت بتعمل موقع شخصي او موقع، خلينا نقول لمحل او مكتب او حاجه صغيره، طبعا هتبقى سهله وفي نفس الوقت تقدر تعملها بنفسك. وفي منهم كمان ايفن حتى ممكن تبقى من غير اي فلوس، ومحتاج ان انت تكون بتعرف تبقى ليك استخدامات بدائيه جدا في الكمبيوتر، زي اللي كانك بتشتغل على برنامج الباوربوينت او الوورد. طيب أحب أذكر ثاني مرة، أي أحد عنده سؤال أو استفسارات يقدر يشاركنا هو على الكومنتات. عندي سؤال آخر أستاذ مهند، إيش المواقع اللي أنت تقترحها كموقع تك بالعربي في شهر رمضان عشان الناس تستفيدوا؟ تمام، احنا من الحاجات المهمه قوي في رمضان ان الناس زي ما انتم عارفين طبعا اليوم بتاعنا بيبقى طويل شويه وبنسهر ففي طبعا الحاجه اللي كنا اتكلمنا فيها مره قبل كده مع بعض، وحاجه عايز اكد عليها، ان انت لازم تبقى لو هتدخل على موقع لازم يبقى الموقع يبقى موقع ثقه. بلاش تخش على المواقع اللي هي، خلينا نقول مثلا بتعرض زي ما بيقولوا بيعرض تمثيليات او بيعرض حاجه، وفي نفس الوقت انت مش عارف مصادرها وما تعرفش ايه الحاجات اللي بتدخل على الكمبيوتر بتاعك وانت بتتفرج. فالحاجات اللي احنا بنقترحها دايما اللي هي المواقع، خلينا نقول الموثقه، او اللي هي ليها انت عارف مصدرها جاي منين. فمثلا زي موقع تك بالعربي بيجيب لك معلومات مفيده، بس احنا في مواقع بقى تانية اللي احنا بننصح دايما الناس تستفاد منها. ففي ايوه مثلا حاجات زي مواقع زي اوديمي، او اللي هي البرامج اللي فيها حاجات تعليميه زي خان اكاديمي، زي اوديمي، زي اكتر من بلاتفورم، اللي دي بيبقى فيها كورسات وحاجات تعليميه الناس تقدر تستفاد بيها وتتعلم منها. وانا ده الحاجه اللي دايما بنصح بيها الناس، ان في وقت زي رمضان لو عندك وقت طويل
تقدر ساعتها تعمل اكتر من حاجه تتعلمها. فممكن الناس تاخد اثناء رمضان هتتعلم حاجه معينه، فهتعلم في ال 30 يوم دول طبعا بجانب قراءه القران وكل ده، ان انا اتعلم حاجه جديده، عندي وقت بالليل ففي ساعه كل يوم اخد مثلا كورس بيعلمني حاجه معينه. ف ايوه طبعا. انا سمعت انه موقع يوديمي هذا بيعطيك كورسات، يعني بيشجعك انك انت تاخذ كورسات في المجالات اللي انت تبغاها وتحصل على شهادات معتمدة. ف بالظبط، هو كان حتى لسه كانت جوجل وفيسبوك بيتكلموا ان هو مش مهم حتى الشهاده المعتمده، المهم ان انت تبقى متعلم. يعني دلوقتي لما بتروح مثلا تتعلم في شركه كبيره زي جوجل اصلا خلاص ما بقاش بيسالك انت معاك شهاده ايه، او المهم بالنسبه له ان انت تبقى عارف تعمل الموضوع ده. فموقع زي اوديمي طبعا بيدي شهادات معتمده، بس احنا برضو عندنا حاجه زي جوجل نفسهم، جوجل فاتحه مجال كامل للتعليم ومجانا وبشهادات معتمدة من جوجل، تقدر تدخل تتعلم حاجات كتيرة، منها ازاي تقدر تستخدم السوشيال ميديا، ازاي تقدر تستخدم الانترنت بشكل احسن، ازاي ايفن تقدر تعمل اعلانات، وازاي تقدر تاخد البراند بتاعك وتحوله لحاجة مفيدة اونلاين من غير ما تدفع الفلوس دي. فخلينا نقول ان هم اغلب الشركات الفترة دي منها جوجل منها فيسبوك عاملين برامج تعليمية كاملة موجودة مجانا تقدر انت تستفاد بيها وتاخد بيها شهادات معتمدة تحسن معلوماتك. وفيها نقطة مهمة، تقدر تفتح باب رزق جديد وتقدر تستفاد بوجودك في البيت ان انت تعمل شغل. تمام. أحب أذكر تاني مرة اللي عنده أي سؤال برضو يقدر يسألنا خلال الحلقة. عندي سؤال جدا مهم أستاذ مهند، وهذا ممكن كمان حيفيد الناس أكثر. كيف الناس ممكن تكون أكثر إنتاجية في شهر رمضان المبارك عن طريق الإنترنت؟ خلينا زي ما انا اتكلمت ان الانترنت مفيد، الانترنت انت ممكن تستخدمه ان انت تعمل حاجات بصفه كامله مش مفيده، وفي نفس الوقت تقدر تستفاد بيها ان انت تقدر تبني بيها حاجه مفيده لنفسك. فخلينا نقول ان رمضان فيه ميزه اللي هي ان انت عندك وقت وعندك مساحه من الوقت، نتيجه اليوم بتاعنا اطول، وفي نفس الوقت الناس خلينا نقول بتقدر تسهر وقت اطول وكده. فلو احنا قدرنا نعمل عدد ساعات معين كل يوم انا هحددهم، الساعات دي هتخليني اقدر اتعلم حاجه او ابقى ثابت. فدي اكنك بالظبط كل يوم انا عارف ان مثلا الساعه 10 ل 11 انا هقرا حاجه معينه، هذاكر حاجه معينه. طبعا بالوضع الحالي اللي العالم كله فيه ان هو قاعدين في البيوت، دي مخليه برضو ان انت تقدر تضيف لنفسك الموضوع ده، سواء تتعلم لغه سواء تتعلم حاجه تفيدك. فخلينا نقول مثلا باللغات في برامج بسيطه جدا دلوقتي ومتوفره مجانا، البرامج دي تقدر تعلمك لغه بشكل كبير جدا. واغلب البرامج دلوقتي بتبقى معتمده ان هو ممكن يفرجك اعلان او اعلانين، وفي نفس الوقت تلاقي نفسك قدرت تاخد محتوى كامل. فهو اغلب الكورسات اللي موجوده او سواء اللغات او برامج التعليم الموجوده اغلبها بقى شبه مجاني دلوقتي، او بيطلب منك ان انت تتفرج على اعلان، واللي هو اغلب الناس بتقدر يعني توصل لها بسهوله جدا. ففي مثلا برنامج دولينجو ده بيعلم لغات بشكل جميل جدا بشكل بسيط، وتقدر توصل بيه لمراحل متقدمة جدا يعني في اللغات. انا مثلا عيلتي ابتدت تتعلم بيه لغات، لغة اسباني، فده في حد ذاته ممكن تبقى حاجة بسيطة. فرمضان وقت مناسب، والكوفيد او اللي احنا فيه سيتويشن للاسف اللي احنا فيه مناسب ان احنا يبقى عندنا وقت نتعلم فيه، فلازم نحط لنفسنا زي نقول خطة عشان تقدر تتعلم فيها حاجة معينة. إن شاء الله. في سؤال من أحد المتابعين بيقول لنا كيف تحمي الأطفال من الوقت الطويل اللي بيجلسوا فيه مع التكنولوجيا؟ دي نقطة مهمة ودي مشكلة حتى يعني بصفة شخصية عندي، اللي هو ازاي تقدر يعني في كل عيلة فيها أطفال بيبقى دايما فيها المشكلة دي، ازاي تقدر تتحكم صحيح. فيها. في خلينا نقول ان هو في طريقتين، في طريقة اللي هي هاردوير او اللي هي عنيفة شوية، او اللي هي ازاي ان انت بتقدر تتحكم عن طريق الراوتر نفسه او مزود الخدمة عندك على عدد ساعات دخول الانترنت. فدي اول حاجة، بمعنى ايه ان انت النهاردة انت فاتح الانترنت في البيت، بس تقدر تفصل مثلا ان انت لو بيلعب بنينتندو سويتش او بيلعب باتاري او جيم تقدر تفصل عليهم الانترنت فتقدر تتحكم. ده اول حاجه. فخلينا نقول مثلا اغلب الاجهزه زي تي بي لينك وكده فيها الموضوع ده. لو ما عندكش الموضوع ده في برامج على الانترنت بتقدر توفر لك الموضوع ده ومجانيه، فاللي تقدر تتحكم ان انت تبقى رب الاسره، وتقدر تتحكم ان كل حد ياخد انترنت لغايه انهي سرعه، او ايفن توقف مواقع معينه. فمثلا
والتليفون الابل مثلا فيه السيرفيس دي جواها، فانت تقدر تدخل حاجه اسمها بارنتال كنترول، او اللي هي فكره التحكم الاسري، ودي يس خاصيه موجوده جواها جوه التليفون مثلا ابل، وموجودين جوه الاندرويد. تقدر فيها كصاحب الاسره او رب الاسره تعمل ساعتها تخصيص، ان دلوقتي مثلا اليوتيوب ما تقدرش يتفتح غير من الساعه كذا للساعه كذا، تقدر تقفل، فانت تبقى محدد مواعيده، وتبقى بالاتفاق مع الاولاد اللي هو انت هتاخد الفيسبوك الساعه كذا، هتاخد كذا. ودي ميزتها ان هم بيبقوا عارفين ان هي مواعيد وهيتعودوا. في الاول بتبقى صعبه، بس دلوقتي بقت حاجه مهمه. حاجه تانية ولينا احنا قبل ما تكون للاولاد، اللي هي فكره ان كل الاجهزه دلوقتي، سواء كان فيسبوك او سواء برامج او اجهزه، بتعمل حاجه اسمها سكرين تايم، تقدر تقول لك انت بتستخدم البرنامج كام ساعه. فدي نقطه مهمه انا عايز كلكم تدخلوا تشوفوا، غير طبعا ان انتوا تتابعونا على الانستجرام، ده حاجه كويسه. شوف انت بتستخدم مثلا فيسبوك كام ساعه، ودي نقطه مهمه قوي، ان تقدر تتحط لنفسك تارجت ان انت مثلا تقلل عدد الساعات دي فيها. فطبعا انت تفولو فندق رافل والمجموعه طبعا، بس ما تضيعش وقتك في بقيه الحاجات التانيه. يعني يعملوا كنترول على التايم مانجمنت تبعه. بالظبط. واغلب دلوقتي الاجهزه بقت الموضوع ده هم عاملينه بشكل كويس جدا، فانت دايما ادخل على حته البارنتال كنترول، ودي تقدر فيها تتحكم الناس بتدخل بيها قد ايه. فتقدر ايفن حتى تقطع الانترنت او البرامج عن بعض الافراد في الاسره بعد مثلا هو ليه 3 ساعات في اليوم، اكتر من كده لا. وتقدر مثلا تسيب البرامج التعليميه او الحاجات اللي انت عارف ان هو الطفل هيستفاد بيها، تسيبها مفتوحه لفتره اطول، تبقى 6 ساعات وهكذا، ودي افضل طريقه. جميل، أحب أذكر تاني اللي عنده سؤال برضو يقدر يسألنا طالما الحلقة لسه شغالة، وحتى إن شاء الله بعد الحلقة نقدر برضو ناخذ أسئلتكم. طب عندي سؤال جدا مهم أستاذ مهند، وهذا ممكن في ناس كثير ما يعرفوه. أنت عارف دحين الوضع أكثر الناس قاعدة في بيوتها ما بتروح ولا بتيجي، وأكثر المحلات مقفلة، فممكن الشيء الوحيد اللي الإنسان بيستغل وقته فيه حاليا شوبينج أونلاين أو التسوق عن طريق الأونلاين. كيف الواحد مثلا يحمي نفسه من الاحتيال في الانترنت وما ينسرق، او كيف يحمي نفسه عن طريق الانترنت؟ ده سؤال مهم جدا، شكرا يا محمد. دلوقتي في 3 حاجات هنتكلم فيهم مهمين جدا. الحاجة الأولانية إن الموقع لازم تروح لموقع معروف. بمعنى إيه؟ للأسف إن أنت ما ينفعش تروح لموقع أنت عمرك ما سمعت عنه وعمرك ما شفته وتبتدي تروح وتجرب فيه. هنفترض إن الموقع أول حاجة لازم تتأكد من اسمه، اللي هو اسم الرابط. فلو أنت لقيت مثلا إن الموقع ده حاجة دوت حاجة دوت حاجة، اعرف إن ده مش حقيقي، ده حاجة مش منطقية. الموقع لازم يبقى اسمه معروف، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت في جنب اسم الموقع بيبقى فيه قفل كده، القفل ده محتاج تدوس عليه، ودي اهم خطوة في عملية الدفع لما انت تبقى في مرحلة الدفع. للقفل ده لازم تدوس عليه وتقرا الحاجة اسمها الـ SSL Certificate، ودي بيبقى مكتوب فيها اسم صاحب الموقع واسم الشركة. لو دي شركة اعرف ان انت كده دي مكان مضمون وتقدر تعمل فيه شوبينج يعني. رقم اتنين، ودي نقطة مهمة قوي، ان انت النهاردة ما ينفعش يجي لك مثلا ايميل يقول لك ابعت لي رقم الكريدت كارد، او ابعت لي حاجة، او مثلا انت عشان تشتري معانا لازم تبعت لنا رقم الكريدت كارد، او ادخل املى الفورم ده على جوجل فورم مثلا واملى لنا. الكلام ده ما ينفعش. انت لما تيجي تدفع اونلاين الكارت بتاعك، ما فيش شركة محترمة هتطلبه منك من غير ما تاخده عن طريق حاجة مخصصة، يا إما رقم تليفون مخصص أو موقع مخصص. فلو مثلا لو أنا حبيت أحجز في فندق رافلز، هدخل على الموقع بتاع رافلز، هلاقي في حتة للحجز، هتلاقي فيه فوق القفل، هتلاقي القفل مثلا مكتوب صاحب الموقع مين، اللي هي مثلا هتبقى شركة أكور، وهتلاقي فيها التفاصيل كلها موجودة. وعمر ما حد مثلا هيطلب منك إن أنت تبعت لي بالإيميل مثلا رقم الكارت، الا لو بطريقه فورم معينه او بطريقه مخصصه عن طريق ريبريزنتيف معين للشركه او ممثل معين للشركه. فدي الحاجات الاساسيه لازم نعرف بيها. الحاجه اللي لازم نبقى مطمنين منها ان فكره ان الايام زمان اللي هو انت اول ما هتحط رقم الكريدت كارد هيتسرق، الكلام ده ما بقاش موجود خلاص، يعني شبه مش موجود. الحاجه اللي انت لازم تتاكد منها ان انت لما تيجي تشتري من موقع موثوق، وما تعملش شير للرقم بتاعك لحد ما تعرفوش، وفي نفس الوقت ما تبعتش رقم التليفون بتاعك مثلا بماسنجر او حاجه زي كده، ان كل الحاجات دي هي اللي بتخلي الرقم يتسرق. غير كده
واهم حاجه لو جالك لينك يقول لك دوس هنا عشان تعمل تحديث للبيانات، عشان مثلا تحط الكريدت كارد بتاعك، اعرف ان 90% الحاجات دي خدعه مش وبرضه حقيقيه. في كمان اللي بيجيك مثلا رسائل بيقول لك انت ربحت معانا واعمل في هذا، برضه هذه كلها نصب، مظبوط؟ ده كل ده نصب طبعا 100%. يعني لو واحد هو عايز يوزع مليون دولار هيروح يديهم لعيلته، مش هيبعت لك انت ايميل واحد ما يعرفكش يعني. صحيح وفكره صحيح. برضو تانية اللي هو الناس اللي بتعمل بيبتزك اونلاين، ان هو مثلا يقول لك انا معايا صور ليك، انا معايا حاجه ليك، فاضغط هنا، اعرف ان كل ده سرقه. الاهم ان انت ما تضغطش على اي رابط مش حقيقي. تمام. طيب في سؤال من أحد المتابعين بيقول بيشتكي الكثير مع عدم الإنتاجية مع وجود التكنولوجيا لانشغالهم بها مثل الجوال وغيره، كيف ننظم وقتنا؟ لا دي نقطة مهمة. بص خلينا نقول إن كل وسيلة بتجيلنا هي عبارة عن نعمة أو نقمة في نفس الوقت على حسب استخدامنا ليها. فالنهاردة لو أنت عندك التليفون، خلينا نقول إن إحنا ممكن تعمل بيه شغل كتير، وممكن يبقى مصدر ربح كويس جدا، ومصدر حتى مش ربح مادي، ممكن ربح إن أنت بتساعد ناس أو بتخدم ناس بشكل كبير جدا عن طريق التليفون، وفي نفس الوقت ممكن تاخده تقعد تتفرج على الفيسبوك وتلعب جيمز وما تبقاش مفيد. فهنا اللي هو السيلف كنترول، وهي دي احنا. خلينا نقول ان دلوقتي الشركات دي ابتدت تجهز بشكل كبير وسائل بتساعدك ان انت تقدر تتابع مواعيدك، زي ما كنا اتكلمنا في اول الحلقة ان انت تقدر تعرف انت بتقعد على كل برنامج كام ساعة. فالحاجات دي انت بقى بصراحة ليها سيلف كنترول. الحاجة الثانية ان انت ممكن في التليفون مثلا الايفون او الاندرويد ان انت تقدر تحدد عدد ساعات، لو عديت عدد ساعات الجهاز بيقفل، اوكي ودي برضو من الحاجات اللي ممكن تعملها ظريف. حاجة بقى أخيرة خالص، ودي برضو نقطة مهمة في السيلف كنترول، إن أنت تبتدي يبقى ليك، خلي زي ما احنا كنا اتكلمنا في الأول، يبقى ليك مواعيد معينة. أنا مثلا ميعاد ده للساعة كذا الساعة كذا أنا ما بمسكش التليفون فيه، التليفون ده هيتحط على جنب مش هتمسكه. وفي نفس الوقت يبقى عندك ميعاد إن أنت مثلا من الساعة كذا للساعة كذا لو هتمسك تليفون أو كمبيوتر فهيكون عشان هتعمل شغل أو هتتعلم بيه حاجة. وطبعا سيب وقت ان انت تعرف الحاجات، وسائل التواصل الاجتماعي وكل الكلام ده، بس المهم ازاي تقدر انت اللي تتحكم. فدي من الاخر كده زي ما يبقى انت عندك حاجة تقدر تعور نفسك بيها او تقدر تستفاد بيها. فاحنا دايما انت لازم تبقى عندك اللي هو خلينا نقول السيلف كنترول. جميل. طيب أستاذ مهند، هل يوجد نصيحة تحب توجهها للمستمعين؟ الحاجة اللي انا مؤخرا جات لي، يعني كان اكتر من ناس اصدقائي حصلت لهم مشاكل كتيره، فكره ان الناس اللي هي اللي كنت بتكلم عليها اللي هو الفيسنج ده، اللي هو ان حد بيضحك عليك ويبعت لك ايميل ويهددك والكلام ده كله. في قواعد كده يا جماعه بالعقل يعني، ودي حاجه اللي انا بنصح الناس بيها. انت اللي متحكم في نفسك، يعني مفيش حد يقول لك ارمي نفسك من البلكونه، ترمي نفسك من البلكونه. صحيح. فما تصدقش اغلب الناس هدفها، لو هنقول ان انت في ناس نصابة حوالينا كتير جدا، فناس كتيرة بتحاول تضحك عليك، في ناس كتيرة بتحاول تستغل ممكن ان انت مش عارف كويس على الانترنت فيبتدوا يضحكوا عليك. فهي القاعدة الذهبية، انت لازم تروح لموقع موثوق، ما ينفعش تتكلم مع حد ما تعرفوش، ما ينفعش تفتح الكاميرا بتاعتك لحد ما تعرفوش، ما ينفعش تبعت او تشير بياناتك الشخصية بأي شكل من الأشكال، يعني ايفن حتى رقم تليفونك او عنوانك او التفاصيل دي ما ينفعش تسيبها بابليك او تسيبها ان الناس تعرفها. الحاجه الثانيه ان انت لما تيجي تشير او تشارك بياناتك، كان اوباما قالها مثلا ودي كانت ظريفه قوي، الذاكره على الانترنت ملهاش نهايه، بمعنى ان انت لو طلعت صوره واحده ليك غلط، وهنفترض مثلا كنت بتهزر او بتضحك مع واحد صاحبك، الصوره دي هتعيش طول عمرها، ان الحاجات على الانترنت ما بتخلص. فدايما وانت قبل ما تعمل اي خطوه لازم تفكر ان ده حاجة هتعيش طول عمرها، فأنت عايز الناس تشوفها طول عمرك ولا لأ؟ فدي الفكرة، القاعدة الذهبية على الإنترنت، ما تصدقش حد ما تعرفوش. كان بيقولوها لنا وإحنا عيال صغيرين. إن شاء الله. طيب شكرا لك أستاذ مهند على اللقاء الجميل، وشكرا لجميع المستمعين على هذا اللقاء. إذا كان عندكم أي سؤال أو أي استفسارات تقدروا برضو تسألونا عن طريق الدايركت أو في الكومنتات، وإحنا نقدر نوصل أسئلتكم للأستاذ مهند. شكرا شكرا لك جزيلا، شكرا أستاذ محمد، مهند، شكرا لكل الله الأسئلة يخليك. الجميلة النهاردة. الله يخليك، تسلم. طيب مع السلامة. مع السلامة.